قولي وفعلي، أعني انظر لوجهي مشرق وباهي تماما مثل ما كان من عام ميلادي. هذا عيدي السعيد السنوي، ودائما هو عيد مشرق وردي. سنزور حديقة الحيوان في الحي، عنزة سلحفاة ولما بيدي. ولأن عيد ميلادي بين اليوم صديقتي، سيكون أفضل يوم في حياتي. ولأن عيد ميلادي بين اليوم، ليس لدينا وقت للنوم فقم. يا نائم هيا قم، عيد ميلادي هاليوم. أوه يا مور، أنا أحب حماسك في الصباح، ولكن أيمكن أولاً أن أشرب القهوة؟ من يحتاج قهوة في عيد ميلاد؟ نحن. إنه اليوم المفضل حقاً لي، هذا يوم خاص، إن قلبي يصرخ اليوم ينادي. رفيقتي صديقتي صاحبتي زميلتي، إن عيد ميلادها عندي أسعد الأعياد. يجب علينا أن ندعو كل الأفراد. ولأن عيد ميلادي بين اليوم، لدينا الألعاب وعلينا الاستعداد. يا نائم هيا قم، عيد ميلادي هاليوم. حسنا سوف أخمن.